السلام عليكم. في البداية نوجه تضامننا من جديد لإخواننا في غزة، وإن شاء الله ما ينالوش من عزيمتكم على الإطلاق، وإن شاء الله تقعدوا مرابطين غير مدبرين وصوت للحق والحرية، وإن شاء الله ما ثماش نكبة أخرى. وكما رينا في الدخلة الأخرانية اللي عملها لالترس نتاع الإفريقي مشكورين، وكان العنوان نتاعها باقون ما بقي الزعتر والزيتون، ونقول لهم ألا إن نصر الله قريب. الدخلة ذي اللي عملت برشا ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، وحتى الجزيرة حكت عليها وكتبت كعنوان: جماهير فريق النادي الإفريقي تتضامن مع المقاومة الفلسطينية عبر الدخلة خلال مباراتها ضد الأولمبي الباشي. برافو برافو الإفريقي. وحتى امبارح لا محالة رينا تضامن كبير ياسر من الجمهور متاع فريق سلتيك اسكتلندي، وريناهم حتى غناو الأغنية الشهيرة متاع ليفربول لن تمشي وحيدا، غناوها لأجل غزة ومن أجل فلسطين. مرة أخرى نقول لإخواننا في غزة ألا إن نصر الله قريب. باش نحكيو دونك في الفيديو هذا على الكلاسمون فيفا اللي هبط اليوم 26 اكتوبر. هبط الكلاسمون الجديد نتاع الفيفا، رينا عالميا دونك ما فماش تغييرات كبيره في العشر الاوائل. الارجنتين، فرنسا، البرازيل هما الثلاثي اللي قعد ديما مسيطر على الترتيب. فقط ثم اسبانيا والبرتغال قدموا كل واحده منهم مرتبه، وكرواسيا وخرت شويه. لكن فينا هما بيدهم العشرة الأوائل، قعدوا كما هما. منتخب المغرب يحافظ على المرتبة 13 متاعه. بالنسبة للمنتخبات الإفريقية كيف ما ثماش تغييرات كبيرة، جوست المنتخب التونسي اللي تراجع شوية، كان في المرتبة 28 تراجع بأربع مراتب كاملة بسبب الهزائم الأخرى اللي عملتها تونس، هزيمة ضد كوريا وهزيمة ضد اليابان، خلاو تونس توخر شوية وولات في المرتبة 32 عالميا. المنتخب الجزائري قدم بمرتبة، فك المرتبة 33 للمنتخب اسكتلندي، ولا هو في المرتبة 33 جوست بعد المنتخب التونسي، في حين المنتخب المصري حافظ على المركز نتاعو. نشوفوا بالتالي الترتيب الافريقي كيفاش باش يكون. دونك المرتبة الأولى إفريقيا هو المنتخب المغربي و13 عالميا. السنغال كالعادة في المرتبة الثانية إفريقيا وفي المرتبة 20 عالميا، وثم فرق كبير في النقاط ما بين المغرب والسنغال، فرق متاع 58 نقطة تقريبا. وبعد نلقاو المنتخب التونسي، وكيف فرق كبير ياسر ما بين السنغال وتونس في عدد النقاط، 1600 للسنغال و1516 لتونس. تونس، الجزائر ومصر موجودين في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، ونقاط متقاربة بيناتهم. تونس عندها 1516، الجزائر 1512، ومصر 1511. دونك هذوما الخمس الأوائل في إفريقيا. ثم الخمس اللي بعدهم نيجيريا، كاميرون، مالي، كوت ديفوار، وبوركينا فاسو. عربيا بالطبيعة نعرفوا احنا ديما المنتخبات نتاع شمال افريقيا هما اللي نلقاهم ديما في المقدمة عربيا. هذيك علاش الرباعي اللي كنت نحكي عليه باش نلقاهم هما احسن اربع منتخبات عربية. المغرب دونك في المرتبة الاولى عربيا، وبعدها بالطبيعة تونس، الجزائر، مصر، ومن بعد باش نلقاو المملكة العربية السعودية خامس فريق عربي في الترتيب و57 عالميا. بالنسبة للمنتخب السعودي زاد حافظ على نفس الترتيب القديم نتاعو، ما تغيرش الترتيب نتاعو، هو وقطر، وكيف نفس الشيء. قطر في المرتبة السادسة عربيا و61 عالميا، في حين انه العراق والامارات وعمان، الاردن والبحرين وسوريا قدموا ربحوا بعض المراكز عالميا، ولاو على التوالي في المراتب السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحداش واثناش عربيا. كذا هو الترتيب العربي حاليا يوم 26 أكتوبر 2023. إن شاء الله في الاستحقاقات القادمة المنتخبات العربية نتاعنا سواء أفريقيا أو أسيويا يحققوا نتائج طيبة ويزيدوا يقدموا أكثر في الترتيب الإقليمي والعالمي نتاعهم. مرة أخرى نعاودوا نعبروا على التضامن اللامشروط مع إخواننا في غزة،
ربي ينصرهم ويرفع عليهم البلاء. إلى اللقاء.